عم تساوي هون ولد؟ لكن روحي مخلقتي انزلي. ما بدي. لكن انزلي وسعي على عوضتي. خرب بيتك من حالك، والله عرفان هيك بدك الدهورية. يا رب يا رب دخيلك، لا تجعل من نيت على ايد وحيدي. قومي شوفي مين وليه. مين؟ نحن جماعة الكراكون، افتحوا الباب. كراكون؟ قولي على قامتي. ليش سلمى ماتت؟ يا موم سلمى ماتت. قولي على طول، منين اجتنا هالمصيبة؟ شو بدكن يا أخي؟ تعال يا أختي، بدنا صفوان. يا أخي والله صفوان ما دخلوا. جماعة تعمينه لازم ناخده معنا. أخي والله هي وقعت لحالها، مو هو وقعها. شو هي اللي وقعت لحالها؟ سلمى. شو سلمى؟ ما سلمى لك أختي، أنا بدي صفوان. صفوان راح على الخستخانة. افتحي لشو، بدنا نفتش البيت. بقصف عمرك إذا بتقولي إنه أخوك رماها من على السلم. لكن شو بدي اقول؟ ايش كان سالوني مين رماها؟ قالوا لها ابي رماها. يعني بكره ممكن نار جنة بتقليله وقعت لحالها. ماشي. ايه اخي يلا يلا رح نتغطى. هو انا كنت واقف على الاسطوح وهي عم تطلع لعندي على الدرج، لك بدري شلون هيك صار؟ فركشت وقعت على رجلها انفكشت. خلص خلص ماشي الحال. بيسلم عليك سالم بي، بيقول لك مسيك هدول عشان تشتري لك دواء. لك ايه والله، الله يديم خيركم وخير سالم بيك. وخليها تاكل بيض وشربها حليب. بس كان لازمك كمان مصاري يمرق لعنده. اي والله اي والله، الله يخلينا ياكم. شوفي يعني هو مثل ما بتعرفوا الوالدة حرمة كبيرة، واختي الله يكون بالعون، بقى عم اقول بركي سالم بيك بيعود بياخدها لعنده على البيت، وبدرية بتقوم بخدامتها. بدرية ما لها فاضية، بس مسيك هدول استكري لها خادمة تجي تخدمها لبين ما تطيب. اي والله الله يخلينا ياكم ويكتر خيركم واموالكم. يلا السلام عليكم. وعليك السلام. يسرى. نعم لك لعيني لهون كمان. صفوان اهلي والله بالعقيد على راسي. أهلين بالعقيد. شو عم تساوي هون؟ والله يا عقيد هيك حرمتي وقعت من على السلم لما جبتها على الخستخانة. لخير انتو شو عم تساوي هون؟ جبنا رجلي لهون. شي؟ لخير ليش شو ابن عمي؟ لك مو الحاصل تبع عمك ابو الضاح احترق؟ قام فات رجلي لحتى يطفي النار، اشتغلت فيه النار حرقته حرق. لك 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 يا لطيف يا لطيف. والله هذا اللي صار. وحرمتك شلون صارت؟ لك شو بدك من حرمتي هلا؟ خليني اشوف ابن عمي. ابو عجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو كنتوا حاطينه على وشه؟ قالوا حاطينه لبارح. سلامتك يا ابن عمي، سلامتك يا ابو عجاج. لك ان شاء الله انا ولا انت. واحد الله سالم رجلي ما في شيء. لا اله الا الله، اكيد ما في شيء، اكيد ما في شيء يا ابو محجوب. ولا عم تضحكوا علي؟ والله ما بتستاهل يا ابن عمي. لك والله ما بيستاهل يا جماعه. لك شو هاد؟ اخروه هيك خلونا نعرف نشتغل. ان شاء الله تركني هون دكتور، والله روحي معلقه فيه. يلا يا شباب يلا، عم تدوس حبل. ها سلامتك ابو عجاج. لك واحد الله صبرك. خلينا نوقف برا بس ندير بالنا عليه. يلا هلا ترتاحي جبن. اوكي تجري. سلامتي. يلا تعي خديها تعي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سلامتك سلامتك يا عمو. جبت لهم، ما قلت لك بدي على بيت خالها. لك اطولي بالك يا مو، ما بدك تعرفي شو صار. شو بده يصير يعني؟ انا واختك ما بنقدر نخدمها. خدها على بيت خالها، هنيك في بدريه بتقوم فيها. ابعت لك حمه يا سلمى، قلت لحالي بتكوني متي وارتحنا مني. بس مثل ما قال المثل، زبادي ابليس ما بتخيس. تضربي انت وهالمثل، تضربي على هالمنطق. صحيح مثل ما قال المثل. ليش يا بعدي شو قال المثل؟ شو بيعرفني المثل اللي قلتي لي اياه امبارح؟ لك بس اتذكر وبقول لك يا لك حاجه سرسر انت وياها وليه؟ قومي نبري فوتيها لجوا يلا لشوف. لك يلا فوتوا لجوا. يا حقوقتك يلا. يلا 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 خلصونا منكم شوي. ليك
تاخذها على بيت خالها. انا واختها مو مجبورين منوب فيها. يا مو سالم بيك اعطاني قرشين لحتى استكري لها خدامه. شو؟ لك ايه مثل ما عم حاكيكي وانا قلعلي. خذوا انتو المصاري انت وزكيه واخدموها. وقديش اعطاه؟ جوز عصمان لي اياه. تفضل يا بي. شو بدك يا بي؟ رح احط لك باذنجان كمان. ايه والله حطي لي باذنجان شوي. ان شاء الله صحة وهنا. السلام عليكم. اهلين تقبلني. بين صفوان شو سافر فيها؟ ايه ايه يا بي سافر. ما قلت لي شو كان اسمه؟ عموري يا بي. واه اسم حلبي. ايه. ابني؟ تاكل لك الابن. اكل يا مواكل مالي جوعان والله اكلت انا ورفيقي بالسوق. خلاص يا ابي لكن روح ساعد الشباب تنظيف الحاصل الله يخليك. تنظيف الحاصل؟ ايه يا ابي شباب الحاره كلياتهم هنيك. بدك ياني روح نظف الحاصل معهم يا ابي بعد ما اتهموني انا اني حرقته؟ يا مو روح ساعدهم خطي هدول بيت عمك بعدين بلاقوها منك كتير حلوه. ماشي يا مو ماشي لحروح. روح يا الله يرضى عليك يا حنونه. المعامله مع الله ابن عمك صحيح ان ما بيستاهلوا بس خلينا نحن احسن منه. هاتي يا مو هاتي اعطيني هالذهبات. انو ذهبات؟ شيء الذهبات اللي جابتهم وفيقه يا مو. يوه وشو بدك فيهم؟ بدي اياهم يا مو بدي اياهم عاوزهم بدي طلع رجدي ابن عمي من الحبس. نعم بدك تطلع رجدي من الحبس؟ يا الله لا يقيمه ان شاء الله عمره ما يطلع خليه. اسمعيني يا مو اسمعيني شو بدي اقول لك. يا مو لا تقول لي ولا اقول لك بدك تطالعه طالعه من مصاري اهله هدول الذهبات لاختك. يا مو اول باشتان ايش كان اختي عازت مصاري انا اللي بدي اعطيها وثاني باشتان رويدة وافقت تتجوزني إيش كان طلعت لها أخوها رجدي من الحبس. يو وافقت؟ ايه يا مو وافقت. وتالت باشتان؟ تالت باشتان يا مو رويدة لازم اتجوزها اليوم قبل بكرة لأنه وضاح ابن عمتي طلع عايش. شو؟ ايه نعم أمي مثل ما عم لك طلع عايش لمقوص وكل خوفي بكرة ما أشوفه إلا ناطط لعنا لهون على الحارة. وأنت مين قال لها؟ عموري لو هذا الحلبي اللي اجى لعندي من كم يوم يبعت له سكين وتقطع مصارينه. انا ما صدقت امتى خلصت منه ومن اهله رجع طلع عايش. لك ليش يا عم بقول لك رويده لازم اتجوزها اليوم قبل بكره. طيب امي مثل ما بدك بس انا بدي رويده هون قبل ما يهل الشهر. لك مين يهل الشهر ما يهل الشهر الخميس يا مو الخميس رويده هون بدها تكون بهذا البيت خدامه عند رجليكي بس انت اوعك تجيبي سيره لحدها. ويوم الخميس كتب الكتاب ان شاء الله. ايه الله يقدم اللي فيه الخير. بس شلون رويده غيرت رايها؟ وافقت على صفوان؟ والله ما بعرف ابصر يمكن عرفت انه صفوان زقرته وضايم مو مثل ما كانت مفكرته. ايه لا هي العقره بعمتها الله لا يردها الهي هي اللي كانت توز براسها وتكرهها فينا. ايه والله ممكن كلامك صحيح مو بعيده مو غريبه. عدنان؟ نعم. دير بالك ها لا تعطيهم على كيفهم. شلون يعني؟ يعني مشان النقل. لا 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 ولا يهمك طمني بالك. لا لا ولا يهمك طمني بالك هذا اللي شاطر انت فيه وبعدين بتوقع شك على راسك. شلون يعني بوقع شك على راسي ما فهمت؟ لك هي عروس مثل كل العرايس. لا ما انا مثل العرايس هي ارمله يعني بيطلع لها نص نقد البنت وما لها عرس ولا لها ملبوس بدن. ايوه هيك العوايد يعني؟ اخي مو هيك العوايد انا هيك بدي. خلاص مثل ما بديك منقلن هالحكي. لك لا تقلن ولا تعيد. على قولتي على قولتي لو كنت انا الرجال. لك ايه والله حيرتيني. لا تقلن شيء بس ايش كان هني فتحوا الموضوع وقعدوا يتطلبوا ساعتها بتحكي. ايه مثل ما بديك.